أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يوفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.